الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. اشتقت لكم والله زمان. كم صار لنا؟ اكثر من شهر صح؟ غير جلسة العيد. في اخبار، في جديد، في شي فاتني، في حشة فاتتني. هاي يا جماعة تراني ماني مركزة على الاخبار هاليومين كثير. ما زلنا نتكلم عن اليسر. ما اعرف انتم معانا في الانستغرام، بس في السناب تكلمنا كثير عن الموضوع هذا. يا حبيبي تقول لك مشاكل مع اهلي. ما زلنا نتكلم عن اليسر، وبصراحة احنا محتاجين طاقة اليسر هاليومين، محتاجين التيسير، خصوصا انه الشهر هذا زي ما قلت لكم ثقيل، ونحتاج ان نفهم كيف نتعامل مع هذه الطاقة الثقيلة. عندنا 4 كورسات تابعة لهذا الموضوع، كلها لنية اليسر، اللي هو خطوط اليسر، الفرح، وعي الضحك، مختصرات الحياة. هذه 4. وعندنا خلفية الجوال. حطيت خلفية الجوال ولا لا؟ بليز خلفية الجوال موجود على حسابي على الانستغرام. حط خلفية الجوال وحط النية ان تتجلى طرق اليسر في حياتي. اليوم ابغى اتكلم شوية ودردش شوية على موضوع خطوط اليسر، وبعدين راح ناخذ اسئلة على هذا الموضوع، التعقيد، اليسر، كل الطاقة اللي تتبع اليسر من الوضوح والسهولة والتيسير والتنظيم والترتيب، كل هالأشياء. طيب خلونا أول شيء أبغى أقول نقطة كثير مهمة على خطوط اليسر. خطوط اليسر هي خطوط، هي فعلا خطوط، بس ما هي مادية. يعني أكثر ما أشبهها أنه أنت لما تمسك سرة بعدين تنتقل للثاني، بعدين الأول يمشي، بعدين تضطر تتحرك ويضيع عنك اليسر، يضيع عنك خط اليسر. هذا اللي أكثر شيء أقدر أقوله كشيء مادي، لكن هو في الحقيقة هي خطوط طاقية ما تقدر تشوفها، ما تقدر تشوفها، بس تقدر تفهمها كثير وتقدر تحسها. تقدر تعرف انه انت في هذا الخط ولا انت مش في هذا الخط، انه انت في مكان ثاني، انه انت في خط معقد، انت في خط ما يشتغل، انت في خط موقف، انت في خط كثير مشوش، او انت في خط سهل يسير ماشي، ما في ضبابية، ما في لخبطة، ما فيه اي شيء. هذه الخطوط هي خطوط لها طاقتها، وبالتالي في كثير من الأحيان صعب أنها تنفهم لأنها ما تنشاف. هذا بالدرجة الأولى، ما تنشاف، ما تقدر تشوفها، ما تقدر تقول شوف هذا خط اليسر، روح الخط اليسر، لا ما تنشاف. الشيء الثاني هذا على المستوى المادي. على المستوى الفكري هي مو منطقية، ما فيها كثير منطق، فكثير من الأشخاص أصلا يرفضون خطوط اليسر. يعني لو في خط كثير يسير كثير سهل يروحون للخط المعقد. الناس بطبيعتهم يختارون الخط المعقد، ما يختارون الخط اليسير، لأنه تفلترة وتلخبطة وصار عندهم كثير أشياء من الطفولة للمراهقة للشباب، وبعدين تصندقة، وبعدين تحط عليهم طبقات كثيرة. فلما الواحد يفكر بالمنطق 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 يقول لا، أنه طريق التعقيد هو الأصح، هو الأسلم الأنسب. لكن خط اليسر هاي مشكوك فيه، مشكوك فيه أنه كده، وبعدين توصل كده على طول، أنه فجأة يعني يجي ويخطبك العريس بخمس نجوم كده، يعني كده العريس خمس نجوم كده فجأة، يعني بدون ما اجتهد واروح واترزز وادعي واقطع قلبي واحط نية واكتب واعلق
كذا يعني ويجي عريس خمس نجوم. لا ما هي مقنعة يا دكتورة باش، ما أحس في شيء غلط في الموضوع، أحس في شيء غلط في الموضوع. فجأة كذا تجيك وظيفة يعني بمنصب عالي جدا، لا لا الموضوع فيه غلط. انتم متأكدين؟ متأكدين انكم تقصدوني؟ انت بليز تأكدي من الرقم وارجع يدق علي. انت تقصديني انا؟ ترى ما عمري توظفت، تراني متخرجة جيد. انت متأكدة انك تقصديني انا؟ لا 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 انتم ملخبطين بالاسم، شيكوا راجعوا للأوراق. انت شفتي شهادتي؟ جيد جيد، متخرجة جيد. لا كيف 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 شلون اخذوني لهالمنصب؟ شلون؟ لا لا في غلط في الموضوع، صدقيني في غلط، في غلط، في شيء فايتهم، في شيء فايتهم. الطبيعي اني انا اتشحطط واتبهذل واكتب 100 ورقة جذب واحط 100 نية واسوي مليون تأمل وادعي واقوم نص الليل 10 مرات ويعني يدوب يقبلوني بوظيفة كذا متواضعة وأبدأ السلم. كل العالم بهالطريقة، كل العالم كذا وانت ماشي، وانت ماشي كله كذا، كله يعني اوه هالمستوى من اليسر. لا 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 الحياة غلط، الموضوع مو طبيعي أبدا. فهذا اللي خلي اليسر صعب، مو لأنه اليسر صعب، مو لأنه خطوط اليسر صعبة، لأنه الناس ما تشوفها وما هي منطقية، فبالتالي طوال الوقت هي بعيدة عن وعيهم، بعيدة عن وعيهم. أي شيء مش في وعيك مش لك، أي شيء مش في وعيك مش لك، أي شيء مش في وعيك مش لك. مشكلة مش في وعيك ما يمكن تجيك، ما يمكن تجيك، مو تبعك، مو تبعك. فهذه هي الأزمة الكبيرة في موضوع خطوط اليسر، مو إنها صعبة ولا إنه هي في غاية اليسر في غاية الجمال، لكن بسبب الفلاتر اللي مروا فيها الناس ما عاد يشوفونها، ما عاد يقدرون يدخلونها، وما عاد يتقبلونها، وما عاد هي في وعيهم، ما عاد هي في وعيهم، ما عاد هي في وعيهم. لا لازم في وعيهم الشيء يعني كثير معقد وكثير يعني. طبعا راح تلقى الأشخاص اللي يتقبلون طرق التعقيد وينسجمون مع التعقيد ويناسبهم طريقة وخط التعقيد، راح تلقاهم في الغالب عندهم أفق كثير ضيق. يعني هذه اللي كلموها وقالوها تعالي عندنا منصب وكذا يعني ارتبكت، قالت لا 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 في الموضوع في غلط، لأن الموضوع مو طبيعي، في الغالب يكون عندهم تفكير ضيق كثير محدود، كثير محدود. يعني تحس انهم كأنهم عايشين في قفص، كأنهم عايشين في غرفة صغيرة متر في متر كذا، يعني تفكيرهم بس مربوط بهالأشياء هذه اللي موجودة داخل الغرفة بس كذا، ما يقدرون يشوفون الصورة الكبيرة، ما يقدرون يحسون انه ترى الغرفة اللي انت فيها ترى في غرفة اكبر، او ترى في حوش، او ترى في ساحة، او ترى في شيء في حديقة اكبر. لا ما يقدر يشوف هذا الشيء. فبالتالي كون المنطق حقه محصور في الغرفة الصغيرة جدا يخلي انه ما يقدر يفهم اليسر، ولا يقدر يتقبل اليسر، ولا يقدر بالتالي يعي او يدرك خطوط اليسر، وبالتالي ما تصير في حياته ولا تنجذب له ولا وما يدري عنها، كأنها شيء خفي. يعني الآن لما أتكلم أقول أوه واحد دق علي وبعدين صار منصب وكذا، صار يقول لا كلام كثير يعني بعيد عن الواقع، مو موجود، مو موجود في 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 متر في متر اللي أنا عايش فيه، مو موجود، مو موجود يا دكتورة سوية الأشياء اللي تقوليها في المتر في المتر هذا اللي أنا قاعد فيه، ما عندنا هالأشياء، ما تصير هذه الأشياء، ما تصير هذه الأشياء، ما تصير. لا تصير الأشياء
بتعقيد وببطء وبتشوش ومليون محاولة. كذا تصير الأشياء، كذا تصير الأشياء. فصار هذا هو النظام لأغلب الناس. وطبعا لا تنسى أنه طرق التربية والدراسة تعزز هذه الفكرة عند الإنسان، يعني أنه أنت تحتاج عشان تتخرج من ثالث ثانوي تحتاج كل هالسنوات. كم سنة احنا ندرس لما نوصل ثالث ثانوي؟ 6 و6 12 صح؟ تحتاج 12 سنة عشان تتخرج من ثالث ثانوي؟ ايش دعوة؟ خلونا عن أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، اللحظات التأسيسية اللي هي فيها القراءة والكتابة هذه تستحق وقتها، لكن بعد كذا إيش دعوة؟ إيش دعوة أحتاج يعني 10 سنوات عشان أفهم لي كم معادلة بالنهاية بتطير، وأفهم لي قصة التاريخ قصتين في التاريخ، وأفهم لي الجغرافيا وأفهم إيش دعوة؟ إيش دعوة لي ليش كل هالسنوات هذه كل؟ وبعدين إذا تخرجت استنى بعد تروح الجامعة. تروح الجامعة يدرسونك 4 سنوات 5 سنوات وبرضه طريق طويل وقصة طويلة ومعلومات مكررة وسخيفة، وتضربهم في جوجل يطلعون لك في ضغطة زر. وبعدين عاد اللي يبغى يكمل ماجستير ودكتوراه بعد يكمل له بعد زيادة 10 سنوات وهكذا. فهذا السيستم اللي انبنت عليه الحياة هذا خلانا نؤمن أكثر بطرق التعقيد، حسنا أوه صح، صحيح كذا، إيه كذا صح، كذا ماشيين صح، كذا ممتاز. فتشوف الشيء هذا متغلغل داخل الناس، يعني خلنا نقول هم ربوا عليه، فبالتالي هم معجونين بالعقد، معجونين بأنه الطرق الحياة هي كذا، هي كذا تاخذ وقت وتاخذ ما يتخيل أنه طيب أنا ممكن يعني أدرس سنتين زيادة وتخرج من الثانوي، ليش أقعد 10 سنوات عشان أتخرج من الثانوي؟ ليش؟ شو الفكرة؟ ما يحتاج أقعد 10 سنوات عشان أتخرج من الثانوي، ما يحتاج. وهكذا قص عليها أشياء كثيرة، يعني مثلاً أول كان الواحد لازم يروح للدوام ويشتغل في المكتب، الآن كثير من الناس يشتغلون أونلاين صح ولا لا؟ طب ما هو كان من أول نقدر نشتغل أونلاين، ليش تبهدلون في الناس وتسحبونهم من بيوتهم تخلونهم يشترون سيارات ويركبون يدفعون البنزين ويسوون تلوث صح؟ كثير أشياء في النهاية صار والله نقدر نشتغل أونلاين من البيت. طيب يا جماعة خلونا ناخذ أسئلة على موضوع اليسر، طاقة اليسر، خطوط اليسر، التعقيد، قصص التعقيد. أكيد يعني كلنا عندنا قصص تعقيد، خلونا نسمع، تفضلوا خلونا نسمع بعض قصص التعقيد اللي متورطين فيها، اكتبوا لي السؤال تحت. تسأل صديقتي تقول دكتورة أكثر من مرة أحاول أغير وظيفتي لأني متبهدلة، جتني وظيفة يبيلها لغة إنجليزية واللغة عندي جيدة بس أنا صرت مترددة. طبعا التردد هو بالنسبة لنا يعني علامة أو إشارة على أنه القصة فيها تعقيد، القصة فيها تعقيد. لما الشخص يحتار ويتلخبط هنا ولا هنا ولا هنا، ما المفروض هالقصة أصلا تصير؟ ما المفروض لما أنت ما تكون متصل مع الداخل معناها في شيء مفصول. فأنت يعني تخيل أنت يعني الكهرباء مفصولة، طيب الكهرباء مفصولة ما بين هذا وهذا، طيب فأنت في لحظة كذا تقول طيب لحظة هو هذا ولا هذا ولا هذا ولا هلا، لحظة خلوني أفكر يمكن يجيني حدس هو هذا ولا، لأنه مفصول، لأنه الكهرباء مفصول، لأنه ما في اتصال، لأنه ماني عارف نفسي، ماني عارف نفسي. وهذه من قصص التعقيد في الحياة، لأنه ماني عارف نفسي، ما أعرف نفسي، بس أعرف كثير اللي برا، أعرف كثير اللي برا، أعرف اللي برا كويس، أعرف إنه العمل أبداً مو جيد، أعرف إنه الناس هذولا مرة تعبانين ومو كويسين، أعرف كثير أشياء برا بس ما أعرف كثير أشياء جوا.
فركزي على الداخل، اعرفي الداخل. هل الشخص المتأخر سيبقى متأخر مهما اشتغل على نفسه؟ لا، ولا احنا ليش قاعدين ندرس ونعلم ونتكلم عن طاقة اليسر اللي ممكن انها تخليك بدل ما انت متأخرة متقدمة؟ ابدا ابدا. لكن انا دائما اقول انه كل شخص عنده سرعة الخاصة فيه. يعني ممكن شخص مثلا دخل في مجال الوعي وقاعد يحضر كورسات وقاعد يسوي تمارين وقاعد يسوي مديتيشن، يمكن هو الآن تغير مثلا 30%، بس في شخص يمكن في 2020 دخل الوعي وتغير الآن 70%. وطبعا تعتمد وش خلفيتك، اللحظة اللي بدأت فيها الوعي انت وين كنت. يعني شخص جاي من قاع خلاص هذا نتوقع منه قمة، شخص جاي من قاع نتوقع منه يضرب يعني فوق بشكل سريع. اما شخص لا، كان مثلا يتعلم بحب، كان في هدوء نوعا ما، ما نتوقع انه يكون في كذا يعني قفزة كبيرة. لكن يظل خطوط اليسر هي تذكرك بهذا الامر، انه لا يمكن، ما الفرصة عمرها ما تفوت، الفرصة عمرها ما تفوت، عمر الفرصة ما فاتت. دائما هناك فرصة، دائما هناك يوتير، ودائما هناك طريق. فلا يعني انه انا مثلا يمكن عمري 40 او عمري 50 او عمري 30 اقول اوه انا فاتني الوعي، لا، ما زال عندي فرصة اني انا ما ابغى اقول الحق، ما زال عندي الفرصة اني انا امشي في الطريق اللي انا ابغاه، امشي في الطريق اللي انا أبغى. كل اللي كان في الماضي هذا هو كما كان يجب أن يكون، ما في شيء كان المفروض إن ما يكون كذا، ما في، ما في، ما في قصة ما كان المفروض أنها تكون كذا، ما في، هي هذه هي القصة. لكن أنت تملك اللحظة الحالية فقط، هذه اللي في يدك، هذه اللي في يدك. وأبدا أبدا أبدا عمرك ما كنت متأخر، عمرك ما كنت متأخر. ما في إنسان في هذه الحياة متأخر، ما في واحد متأخر. كل واحد عنده توقيته وعنده وقته الصحيح والمناسب له. هل ممكن تكون العائلة كلها أرواح معقدة لأن الأب والأم أرواح معقدة؟ حبيبتي بتول، ممكن جدا، ممكن جدا، ممكن برضو أنت يعني تكونين بعد روح معقدة معاهم. يعني الأرواح اللي تحمل عقود كارمية كثير كثير معقدة وكثير متشرطة وكثير تكرهك للحياة وكثير يخلون الحياة يعني كذا، يعني احنا نقول يعني تطلع في مرها، يعني كثير كثير يعني يقدمون هالطاقة الكارمية. فوارد. والأم والأب هم أكثر الأشخاص لديهم احتمالية أنهم يحملون، أنهم يتبرعون بحمل هذا العقد الكارمي. فإذا شالوا العقد الكارمي فمحتمل أنهم معقدين، محتمل أنهم معقدين. كيف ممكن ساعد شخص معقد من أهلنا؟ الموضوع مو بسيط، الموضوع مو بسيط انك انت تخلص شخص معقد من الشربكة اللي هو فيها، اللي داخل جوا شربكة عنده كثير افكار منطقية تدعم العقد اللي هو متورط فيها، زي مثلا حالة الوسواس القهري او حالة انك لما انت تكون عندك عادات كذا قاعدة تسيطر عليك. في كثير من الاحيان فيه يعني فيه لستة كذا طويلة فيها تبرير وشرح وتوضيح وإثباتات وأدلة أنه هذه هي الفكرة أو هذا هو الطريق الصحيح. قد تكون هذه الأدلة مشاعرية، قد تكون هذه الأدلة مشاعرية. يعني شخص ممكن تقول له يعني طب أنت مثلا، خلينا نقول مثلا يمسك الباب بالمنديل، طيب يعني يمسك كذا، يمسك الباب بالمنديل كذا، تقول له شو السالفة انت، يعني شو الوسوسة هذه؟ يقولك لا تعرف في جراثيم وكذا. اوكي، شو تقول له لا ما في جراثيم، ايه في جراثيم.
في جراثيم بس ما المفروض الجراثيم هذه تخد يعني ما يستدعي الموضوع من ديل يعني ما المفروض انه هذه الجراثيم انها يعني تخلي جسدك ينهار يعني انت بهذا القدر وهذا الحجم وهذا ما المفروض ان الجراثيم اللي بيد الباب انها تخليك تنهار ما المفروض ممكن انك تنهار بس معناها في مشكلة فلما تقول طب يا اخي انت ليش تسوي ايش التعقيد هذا انت يعني بسط الموضوع ليش يعني كل مره معاك منديل وتفتح الباب وكذا ومسوي يقول جراثيم 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 ايش تسوي ففي موضوع يعني هذا شلون يعني هذا اول شيء يبغالك تشتغل انك تعدل مشاعر التعبانه مشاعر الخوف مشاعر التانيب مشاعر العار كل هالمشاعر اللي متلخبطه جواته عشان يفهم المنطق اللي هو يفترضه انه قابل للصواب وقابل للخطا وانه في المقابل في منطق قابل للصواب وقابل للخطا فانت يعني تقول انه الجراثيم موجوده ممكن تاثر فيك الجراثيم مو موجوده ممكن ما تاثر فيك ممكن تفيدك اصلا ممكن جدا هالجراثيم اللي انت خايف منها تكون جدا مفيده تكون يعني نافعه للنظام المناعه عندك بس وشلون هو ممكن يفهم هذا الموضوع وهو يعني عنده مشاعر كثير متلخبطة ما تقدر فلازم هو ياخذ الموضوع بمحمل الجد لازم هو فعلا ياخذ الموضوع بمحمل الجد يقولك أنا راح أتخلص من مشاعر الخوف أنا راح أتخلص من القلق أنا راح أتخلص من التأنيب يعني أنت تتخيل أنه الأشخاص الخوافين ممكن تدخلهم في أي طريق معقد أي شخص خواف أي شخص خواف حطه في أي نظام معقد في أي طريق معقد يمشي زي الألف زي الألف خواف خايف أو مؤنب إذا سويت كذا بتصير لك كذا إذا سويت كذا يا ويلك من كذا يا ويلك وبيصير لك واليوم وبكره وبعد بكره وانت في القبر وانت في يوم القيامه وبيلحقك وبيصير لك وما ادري ايش وبكره وبعد بكره اوه واو واو فخلاص يكون متورط في طريق معقد طريق معقد الطرق المعقده يقودها الخوافين والمؤنبين يقودها خوافين ومؤنبين ولا شخص حر من من, من شخص في طريق اليسر اصلا لا يعي لا يعي لا يعي القصص المعقده لا يعي القصص المعقده يا جماعه وهذه تعتبر اصلا احد الطرق اللي كثير متطوره وكثير ذكيه عند الاشخاص اللي موجودين في خطوط اليسر كذا بالنظام بالسيستم بالطبيعه بالسليقه عندهم بالسليقه عندهم انه القصة المعقدة مش في وعيهم اصلا مش في وعيهم يعني لا مش في وعيهم انه احد سحرني شلون سحر مش في وعيهم اصلا ما ينكرون السحر بس مش في وعيهم يعني ما يدخل الموضوع مخهم ما يدركون هذا الشيء ما يحسونه ما عندهم تواصل مع قصة السحر الجني العين ما عندهم اتصال فبالتالي مو موجود في عالمهم مش في ادراكهم وهذا من 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 الطرق الذكيه اللي يصل لها الشخص لما يستمر في خطوط اليسر كيف اعرف اني في خط اليسر كل الابواب مفتوحه كل شيء ميسر الابواب مفتوحه الطرق سالكه ايضا واضحه ايضا الانتقالات يسيره يعني انه ما في شيء يعني كل شيء مستمر لا ممكن يكون في انقطاعات لكنها يسيره اليوتيرن يسير المخرج يسير في وضوح الوضوح عالي درجه الوضوح عاليه درجه الصدق عاليه السهوله كل هذه الاشياء ايضا الشعور بالمشاعر الجيدة يعني انه ما في خوف ما في قلق ما في تأنيب هم الخوف والتأنيب هم رأس الشر في موضوع التعقيد
دكتورة برأيك الدراسات النفسية بموضوع اليسر وغيرها شرط تكون دائما صحيحة لو في اختلافات فردية؟ قصدك الدراسات النفسية بشكل عام. أنا أشوف إنه العلم طريق معقد. أشوف إنه العلم طريق معقد. والبشرية اتفقت على هذا الطريق. اتفقت على هذا الطريق. ومما أدى إلى تفويت كثير من الحقائق على البشر. إحنا فوتنا على بعض كثير من الحقائق لأنه عندنا طريق إحنا نعتبره هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الطريق اللي ثبت بدراسة معينة أو ثبت بطريقة معينة. أنت ممكن تكتب الدراسة وبعدين تقلب الورقة تصير كل الدنيا تغيرت، كل الدنيا تغيرت، كل شيء ممكن يكون تغير بعد ما تحط النقطة على الدراسة، كل شيء يتغير طوال الوقت. فبالتالي احنا متورطين بالدراسات العلمية، احنا متورطين كثير في هذا الموضوع. ولاحظ انه كثير من الدراسات بعد تحتاج اوقات عشان تثبت اثبات علمي بالطرق العلمية، تحتاج سنوات. بعض الدراسات النفسية اخذت 75 سنة 50 سنة عشان يثبتون قصة معينة. 75 سنة واحد انولد ومات وانتم لسه ما اثبتوا القصة العلمية اللي تبغون تثبتونها. لسه انتظروا، يعني هذا كلامي كثير متواضع على استحياء على قولتهم. انتظروا تجيكم الارواح، الارواح الاجيال الجديدة. انتظروا بس انتظروا تجيكم الارواح الجديدة، شوفوا ايش تسوي في الحياة، شوفوا كيف يعني العلم هذا اللي اسمه علم بين قوسين راح يكون قاع صفصفة. كل الأجيال الجديدة راح يخلصون، راح يقضون على العلم قضاء. طيب كاثرين حبيبتي love you. أوكي بس في أسئلة كثير ما هي. نقدر نضحك ونتجاهل الألم صح أو غلط؟ الضحك طبعا اللي حضر وعي الضحك أهنيهم صراحة، أهنيهم، لأنه تعرفون مو سهل إنه إحنا وفق النظام المعقد اللي إحنا تعلم، مو سهل نقول تعال خلنا نتعلم على وعي الضحك. يعني تعلم على وعي الضحك، تعلم على وعي، ما يحتاج تعلمين على وعي الضحك، يعني وش نضحك. فكل اللي حضر وعي الضحك أقول لهم مبروك مبروك، يعني وإن شاء الله تصلون لحالة الوعي اللي أنا أتحدث عنها. الضحك الطبيعي اللي هو يأتي عشان هو يغطي على الألم، خلنا نقول إن هو من الطرق الجيدة أصلاً اللي تستخدم في الأوقات الحرجة عشان إنه الإنسان يوصل لمرحلة يعني يقدر يساعد فيها نفسه. في فرق ما بين إني أنا أمر الآن بظرف صعب ويعني أحس إني الليلة كذا متضايقة وأبغى أخفف على نفسي فأفتح فيلم كوميدي وأقعد أضحك، وفي فرق ما بين إنه يعني أنا عارفة I know إنه أنا أمر بهالقصة، أنا أعرف إنه عندي هذه المشكلة، كتبت، مسكت ورقة وقلم وكتبت، واضح بالنسبة لي الموضوع، ناقشت الموضوع يمكن مع لايف كوتش أو تكلمت مع شخص قريب، يعني الموضوع بالنسبة لي واضح مش مجهول أو تم تجاهله، وبعدين رحت أخفف عن نفسي وقعدت أضحك It's okay. بس أما إنه أنا لا، أنا ما أبغى أتكلم عن الموضوع، ما هذا الموضوع لحد يكلمني فيه، لا ولا أقدر أكتب شيء عن الموضوع ولا أقدر أحضر كورس عن الموضوع، لا هذا كثير خطر، كثير خطر يا جماعة، كثير خطر. هل عندك موضوع خط أحمر تحس إنه يعني ما تبغى أحد يلمسه؟ هذا الموضوع
مخبيه كذا ممنوع اللمس، مكتوب عليه ممنوع اللمس كذا، يعني كورة سودة كذا وحاطها في آخر الدولاب ومكتوب عليها ممنوع اللمس. يمكن زواجك، يمكن طلاقك، يمكن وظيفتك، يمكن صحتك، يمكن علاقاتك، يمكن موضوع من الموضوعات، هذا الموضوع ما يلمس لا انت ولا احد حولك ولا طبيب نفسي ولا لايف كوتش ولا، ولو حضرت احد يتكلم عن الموضوع طفيت الانستغرام. ممنوع اللمس، ترى هذا كثير خطر، كثير خطر. اذا عندك ممنوع اللمس، اذا عندك قضيه كذا كوره سوداء في اخر الدولاب ممنوع اللمس، ارجوك رسالتي لك لليوم، ارجوك غير موقعها هذه وشيل ممنوع اللمس، ارجوك. ترى هذا الموضوع قنبله موقوته موجوده في دولابك، ما ابغاها تنفجر عليك، ما ابغاها، ارجوك طلعها كذا باحترامك لنفسك، ذوقا وادبا طلعها شوي شوي بهدوء، حطها على الطاوله كم يوم، فكفكها شوي شوي مع نفسك ولا مع اشخاص تحبهم ولا مع لايف كوتش، بس لا تخلي القنبلة في الدولاب كذا بهذا الشكل، أرجوك لا تسويها. وبعدين تروح تضحك يعني تشوف فيلم كوميدي وتقول أوه وعي الضحك، لا لا لا، هذا مو وعي الضحك. وعي الضحك لا يتجاهل أي مشكلة أبدا، لا يمكن، هذه الطريقة مش طريقة صحيحة لحل مشكلاتك. هل الجمال له علاقة باليسر؟ خلني أقول إنه اليسر عنده أدوات، أقدر أعتبر إنه الجمال أداة من أدوات اليسر، لكن لأنه الجمال قيمة طاقة كثير عالية، فبالتالي هي أيضا كثير خطرة. طاقة الجمال كثير عالية وبالتالي هي كثير خطرة، واستخدامها بطريقة غير واعية تدمر المكان الجميل والشخص الجميل والشيء الجميل. لذلك الأشخاص اللي يتسمون بالجمال في الغالب يتدمرون، مو لأنه حظ الملايح، لا مو لأنه القصص هذه، لا لأنه الأداة هذه مو قادرين يتعاملون معاها بطريقة واعية. أو المكان الجميل من الممكن يحتمل انه يكون عليه حرب وضرب وفوضى وخلافات و او الشيء الجميل من الممكن تكون عليه طاقات الحسد والسحر والجن وكل اشياء، يعني يكون عليها ضغط الطاقات هذه. فلكون الجمال عند هذا المستوى من الطاقة وهذا التدافع، هو موضع كثير حساس في الحياة الدنيا اللي احنا نعيشها، فعشان كذا هو من الممكن أن يستخدم كأداة أنك أنت تسهل فيها الحياة وتمشي فيها الحياة. لكن أغلب الناس لأن وعيهم منخفض لما يمتلكون هذه الأداة تكون أداة تدبير. أغلب الناس حين يمتلكون قيمة الجمال، حين يمتلكون أشياء جميلة أو يكون هم جميلين أو يكونون في أماكن جميلة، في الغالب يدمرونها، يوسخونها، يخربونها، يدمرونها، يعفسون الدنيا. لكن نعم، الجمال أداة من أداة اليسر. ممكن تكلمين في الحب إن الأهل الزواج رافضين يتزوج بنت تحبه وأهلها رافضين، يحسبون الحب كذب، بليز. أوكي، مشكلة السؤال للشخص الغلط، بس بقول لك هذا الطريق كثير معقد، طريق كثير معقد. انت عندك اختبار في مفهوم الحب، يلا الله يعينك، يمكن طول بعد الموضوع، يمكن يطول، طريق طويل. شلون ممكن الشخص يتخلص من الخوف؟ عندنا كورس الخوف موجود، كورس يعني صغير موجود في الموقع، ممكن تحضرين عند اي شخص اخر، بس لا تخلين نفسك. هل إذا التقت روحين معقدة بتنشأ علاقة معقدة؟ أوه، هذولا يعني كل واحد في مكانه،
يعني كل واحد ينتظر الثاني يدق. لا لا ما أدق، هو اللي يدق ويقول له ما أدق على حيلة تدق. وهكذا تمضي السنة والسنتين وكل واحد يعني يقول الثاني هو اللي يدق. أصلا يعني تقريبا ما تقدر تنشأ العلاقة، يعني جلدون خلنا نقول، يعني يصير بينهم أشواط ساخرة كذا، ويعيشون التعقيد ويجربون التعقيد كذا ويختبرونه، وفي الغالب يتأخرون ما يقررون أنهم ينتهون القصة لأنهم مسجمين متى مع التعقيد، يعتقدون أنه كل الدنيا كذا. هل التعقيد يعني أن هذا الطريق ليس طريقي؟ نعم نعم، لكن في فرق ما بين شخص خلنا نقول قاعد كذا مسترخي ويقول والله هذا الطريق معقد، أو شخص ماشي في طريق بعدين الطريق صار أسرع شوية أو صار يحتاج مهارة جديدة فقاعد يقول أوه الطريق معقد. لا، الطريق يتطلب الآن تطوير لمهاراتك، مو معقد بس يتطلب أنك شوية تتطور. ففي فرق، إذا الطريق يتطلب منك أنك تتطور شوية مو كثير، مرات الطريق يعني يقول لك أنت لازم تتعلم صيني وإنجليش وإيطالي ولازم تكون فاهم في الهندسة وفي الكيمياء وفي الفيزياء، فجأة كذا طريقي يتغير عليه فتقول له والله هذا طريق معقد، نفس يعني شلون أقفز هالقفزة أنا، يعني ما أقدر أقفز أسوي هالقفزة البهلوانية وأعرف كل هذه الأشياء خلال وقت قصير. لكن مثلا إذا الطريق يقول لك والله أنت لازم تتعلم صيني، أوكي خلاص الدنيا كلها الآن صايرة يعني متجهة للصين، وبكرة الصين بتصير هي الدولة العظمى وكذا ولازم تعلم صيني عشان تفهم مع العالم وكذا. خلاص أوكي نطور أنفسنا مع الطريق، مع الطريق نطور أنفسنا ونتطور. كيف أوصل للتسليم التام على الرغم أنه وضعي صعب؟ أنا أؤمن بقانون الاستسلام، أؤمن بقانون الاستسلام، لكن أبغى أقول لك شيء، أؤمن أيضاً بقانون الاختيار بنفس القدر، إنه كأنه إن أنت تقدر تضغط هذا وهذا. لا 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 لا، مو الدنيا حدتني على الاستسلام، لا أنا اخترت، مو الدنيا حدتني، أنا اخترت. فبالتالي لازم أحسبها، لازم أحسب إنه أنا أختار إيش. ايش اختار؟ لما الدنيا تحطك في زاوية صعبة قد تطلب منك الاستسلام، لكن ايضا قد تطلب منك انك انت تستخدم اقل ادواتك او ابسط ادواتك المرتبطة بالحياة المادية او المرتبطة بالاجساد المادية. لانه احنا لما نقرر خلنا أبغى أسوي هذا الهدف، لازم أشتغل، لازم أفكر، لازم أشعر، لازم يكون عندي طاقة، لازم يكون متسق مع الروح، يمشي الطريق. طيب أوكي ماشي، الآن أبغى أسوي هذا الشيء بس والله تقفل الباب في وجهي، يمكن مطلوب مني أستسلم، أو أستسلم أقول أوكي خلاص باي باي هذا الطريق تقفل، استسلام ومشيت في قانون الاستسلام، سويت يوتير ورحت مكان ثاني واخترت خيار ثاني، اخترت انا شفت انه يعني درست الموضوع وشفت انه هذا خيار، او انه انا شفت انه انا سلبت مني الادوات، ما عندي ادوات مادية بس عندي فكر، عندي مشاعر، عندي طاقة، روحي تريد هذا الخيار، فبالتالي انا احتاج اني انا اخفف، ممكن ما احتاج اني انا اعمل لكن احتاج اني انا استخدم هذه الادوات البسيطة. وزي ما قلت لك قبل شوي، ادراكك لهذا الهدف او ادراكك لعدم وجود هذا الشيء في حياتك كثير مهم. يعني انت تعتقد الان لما مثلا احنا كبشر كيف تطورنا لما يجي فيلم من الافلام ويوريك المستقبل، وين المستقبل هذا؟ ادوات كذا ما اعرف ايش، خلنا نقول مثلا حبه تاكلها
يصير عندك قدرات خارقة، خلنا نقول بودرة تحطها على الجرح يتقفل، أشياء تشوفها في الأفلام بس، أو مثلا كمبيوتر في عيونك تشوف تغمض وتحرك كل شيء. هذه الأشياء لما أنت شفتها هي كانت في إدراك شخص واحد، كانت في وعي شخص واحد، كانت في إدراك شخص واحد، كانت في تصور شخص واحد، هو نقلها. الآن اللي شافوا الفيلم ملايين، ما دام انه في ملايين شافوا الفيلم ودخل في ادراكهم الموضوع، فمعناها احنا بدأنا نتطور وبدأنا ننتقل لتلك النقطة، بدأنا كلنا نشوف انه المستقبل هو هذاك، المستقبل هو هذيك الحبة وهذاك البودر وهذاك الكمبيوتر وهذاك الفضاء، وهذا هو المستقبل. والآن كل ما جتنا افلام تقولنا انه احنا بنعيش في المريخ، وانه راح تتضبط الدنيا وراح نصلح الوضع وراح نقدر نصلح الوضع ونعيش في المريخ، كل ما كان الاحتمالية اكبر ان نعيش في المريخ وان نوصل للمريخ. كل ما كان في فيلم يعزز بادراكنا هذا الشيء، كل ما وصلنا لهذا الشيء، كل ما تحقق هذا الشيء. وقس على الاشياء اللي انت ما تبغاها، الاشياء اللي انت ما تبغاها لما تعيش معاها تدركها، تعيش معها تفكر فيها وتشعر فيها وتحس في طاقتها، فانت تتصل معها وبالتالي تجب عليك، تجب عليك. هذه قوانين كونية. لما انت تقول اوكي السحر موجود، في ناس تنسحر بس انا لا، العين موجودة في ناس تصكهم عين بس انا لا، انا محمي، انا محمي، ما 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 جتني عين وان شاء الله ما تجيني عين. اي في جن وفي ناس يدخلهم جني وما اعرف ايه، في ناس ما ادري ايش جاهم مع الجن، بس انا لا، انا لا، مش في ادراكي ومش في وعي ومش في خيالي، مش في سابع خيالي اني انا انصك بعين ولا يجيني سحر ولا يجيني كذا. فمهم ان احنا ننتبه لهذا المستوى من اليسر، مهم ان احنا نفرق ما بين انه انا اسلم ولا انا احافظ على ادراكي، احافظ على ادراكي. شخص وسط الحرب مهدد مش بالضروره يستسلم، يحتاج انه يحافظ على الادراك، يحافظ على الايمان لاخر لحظه، يحافظ على انه يؤمن انه هذا لن يدخل الى ادراكي، ما راح يدخل، لا ما راح يدخل ادراكي، لا 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 لا، ما راح يجيني العين، لا ما راح تجيني، لابد اشعر بشعور متسق مع هذه الفكره. الرسول انسحر، الله أكبر. في حد قال غير كذا؟ هذه واحدة تبغى تنسحر. ما تقدر، ما تقدر، طرق التعقيد يعني معشوقة الجماهير. هل اللي ضرب قاع يروح القمة بسرعة بسبب إنه الهدف قلت قيمته والإيجو قل؟ كثير أشياء، وتعتبر طرق اليسر كثير، خلنا نقول يقتنع فيها الشخص أكثر لما يضرب قاع. لما يضرب قاع يقول إيش الحياة السخيفة هذه، إيش الموضوع كله ما في منطق، إيش الناس الغير مهذبة أو غير محترمة، ليش سووا فيني كذا؟ خلاص تنكسر 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 كل هالقيم، كل هالمعتقدات، كل هالمفاهيم اللي هو حاطها كذا، مفاهيم كذا يعني مثل الأصنام يعبدها. لما ضرب قاع كسر كل المفاهيم، بالتالي يكون طريق اليسر وقتها واضح، وقتها محسو، يحسه، يقدر يتصل فيه، يقدر يشبك معاه. بعد سوفت حبيبتي مرة ثانية تقولك إيش الفرق ما بين اليسر والاستهتار من برا ولا من جوا؟ خليني أقول، هذا واحد يمشي في خط معقد، هو إنسان معقد، طريقة معقد، وعلاقاته معقدة، وحياته معقدة، وقاعد في مكان معقد، وشخص ثاني في طريق يسر يلتفت على هذاك يقول إيش الاستهتار هذا؟ إيش الاستهتار؟ تمسك الباب بدون مناديل وكذا، واحنا يعني في اجواء يعني كورونا، وايش الاستهتار هذا؟ بالضبط بهالطريقه.
يعني اقصد اللي برا طريق اليسر إيه ما يميزون، ما يقول لك هذا مستهتر، ممكن ما يميز ما بين انه هذا طريق يسير ولا طريق استهتار، ما يقدر يميز، ما يقدر، ما يقدر يميز. لكن هذا اللي جوه هو اللي قادر يشوف، يشوف الفوارق الدقيقة، يقدر يشوف، يقدر يشوف درجات الرمادي، يقدر ينتبه، يقدر يعرف. هل اليسر مرتبط بوضع حدود وسيناريو محدد لأهدافنا ونوايانا؟ صحيح، وفي نفس الوقت احنا محتاجين، محتاجين قيمة المرونة، محتاجين المرونة، أداة المرونة محتاجينها، بقدر ما احنا محتاجين انه يكون إدراكنا واضح. لأنه من أحد القوانين اللي تشتغل في موضوع اليسر اللي هو قانون الوضوح، كل ما كنت واضح كل ما تيسرت أمورك، واضح 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 واضح، وبالتالي وضوح أهدافك، أنه أوكي واضح الهدف حقي، أنا وش أبغى؟ أبغى كذا بالضبط، أنا أبغى كذا، ففي وضوح. لكن في نفس الوقت في مرونة، معنى أنه أوكي أنا أبغى هذه الوظيفة، واضح الموضوع بالنسبة لي، لكن والله رقوني الوظيفة ثانية، أو أوكي عندي المرونة أني أنا أتقبل، أني أنا أنتقل لشيء آخر، لمكان آخر، أني أطور من هدفي. حالياً أتواصل مع قريبة لي سأخطبها، لكن لم أجد أي حب بعد تواصل لشهرين، ولم أشتاق لها لكني أريدها زوجة. قصدك أنت يعني حاسبها بالورقة والقلم، بالمنطق يعني كذا مثلاً، أو أوكي هذه البنت ذكية، هذه البنت جميلة، هذه البنت عائلتها جيدة كذا، يعني بالمنطق بالورقة والقلم، أوكي هاي تصلح زوجة، يلا تشك تشك خلنا نخطبها ونخليها زوجة، بالمنطق بالمنطق. المنطق هو طريق معقد، المنطق هو طريق معقد. لكن إذا أنت تبغى تكمل، مع أنها هي شكلها مو متجاوبة مع الموضوع، إذا أنت تبغى تكمل تقدر يعني تخطب وتشوف الرد، يعني اللي يطرق الباب يأتيه الجواب. في كثير من الأحيان الأهداف أنت أمش شوف إيش جواب، حط النية وشوف وش الجواب، ممكن يجي الجواب يعني أوكي، وممكن يجي إنه أنت لازم يمكن تغير، يمكن تقلب الموضوع، يمكن تطور الفكرة، يمكن هم يعطونك معلومة يعني تكون يعني تكسر كل المنطق اللي أنت منتبه له أو مركز عليه. فعشان تعرف إذا الطريق معقد، عشان تتأكد، أنا أقولك الطريق معقد بس عشان تتأكد، لأنه معتمد كثير على المنطق، عشان تتأكد أطرق الباب، أطرق الباب وراح يجيك الجواب. هل اليسر صعب؟ إيه للأشخاص اللي قاعدين في اللاين هذا الأول اللي هو خط التعقيد، شلون أنت شلون تقنعهم في الموضوع أصلاً؟ شلون يعني نرجع لصاحبنا اللي يفتح الباب بالمنديل، شلون تقنعه؟ يعني موضوع الموضوع طريق طويل، موضوع انه هو يعني لازم يؤمن بالفكرة، لازم يشوف نماذج، لازم يتحرر من المشاعر السلبية، لازم كثير اشياء. فنعم للاشخاص اللي ماشيين في سيستم معقد، واغلبنا اصلا نشأنا في نظام معقد، يكفينا النظام الدراسي، النظام الدراسي في كل الدول هو نظام معقد، هو نظام معقد، النظام البشري الان للتعليم هو نظام معقد. واتمنى انه قريبا يتم تغيير، يتم تسهيل النظام، وان كان بعض الدول اعتقد انها بدات يعني تطور وتغير، لكن كلنا نشأنا بهالطريقه، فبالتالي مو سهل انك تقول لواحد ترى تضغط زر ويصير كذا، يقول لا ترى هذا، ترى هذا انسان دجال، ترى هذا انسان نصاب، لا اصلا شلون يصير هالشيء، شلون يصير هالشيء، لا 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 ما في منطق الموضوع ابدا، كلش ما في منطق. فنعم نعم اليسر وفقا لعقلية البشر الان وطاقتهم، اليسر صعب، اليسر صعب، وخصوصا انه البشر حاليا ما زالوا معتمدين كثير على الجسد الفكري. ف
فشلون يقتنعون؟ الموضوع يبغى له منطق كثير. طيب يا جماعة ناخذ آخر سؤال. آخر سؤال نبغى سؤال قوي. بعد ما سمعت منك عن خطوط اليسر انتبهت انه كل الأشياء تتحقق في حياتي بعد شق الأنفس على عكس الناس الآخرة عكس الناس الأخرى. يعني لا يضيق صدرك واجد، غالبية الناس هذا موضوع شق الأنفس موجود في ركن من أركان حياتهم. غالبية الناس عندهم سالفة شق الأنفس هذه، يعني ما هي خاصة بك، لكن بما أنك سمعت عن الموضوع حان الوقت. أنا أقترح عليك أنك تحضرين كورس خطوط اليسر. أنا أخذت دورات تنظيف كاملة وبعدها أخذتني أختي الوحدة ترقيني وقالت فيني مس عاشق. حماس والله سؤال. طيب وأنا ما معي أعراض أبدا، حياتي جيدة، لكن وين لكن هذه؟ أي أوكي، أختها أخذتها لوحدة ترقيها وقالت إنه فيك مس عاشق. تقول أنا ما معي أعراض أبداً، حياتي جيدة، لكن ما جذبت شريك الحياة نهائياً. عدت لنقطة الصفر، ثم الآن أخذت دورة خطوط اليسر ولا أعرف حقيقة وجود روح تمنع تحقيق أهدافي، وهل خطوط اليسر تبعد الأرواح؟ خطوط اليسر تبعد الأرواح؟ شو خطوط اليسر تبعد الأرواح؟ قصدك إنه خطوط اليسر تعالج الجني اللي عندك؟ لا، ده خطوط اليسر ما تعالج لا سحر ولا جن ولا عين ولا أي مرض ولا اكتئاب ولا وسواس قهري ولا ما تعالج أي مرض، ما تعالج. لا، هذا كورس يعلمك كيف أنت تعدل وتضبط مشاعرك وكيف أنت تسوي سويتش المخك من الطريق هذا اللي تورطنا فيه إلى الطريق اليسر. لكن موضوع المس العاشق هذا أعتقد إنه هذا طريق معقد، وأعتقد إنه يعني ما ودي إنك أنت يعني تمسكين الخط هذا، لأن خط صراحة طويل ومعقد وصعب ومش واضح ويا حبذا، يعني لو تخلين إدراكك إنك أنت ما عندك انه ما في مس عاشق ولا في بطيخ، يعني يفضل انك انت تحفظين ادراكك بهذا الحفظ. وفي كل مره انت يعني تتصلين مع هذه الطاقه اللي تاكد لك الفكره، في كل مره انت راح تؤمنين اكثر وتدركين اكثر هذه القصه. وبما انك انت بنفسك قلتي اني انا ما عندي اي اعراض، فما لها داعي انه انت يعني تفتحين طاقتك لشخص يحط عليك الأعراض، ما لها داعي هالفكرة، ما أيد هذه الفكرة إنه أنت يعني تخلين شخص يعني تسمحين له إنه هو يعني يحط عليك طاقات وافتراضات تتورطين فيها. يعني ما في أعراض خلاص، ليش أنت يعني تاخذين الموضوع لمكان آخر؟ ما في أعراض، ليش أنتي تفترضين فرضيات أخرى؟ أما أنه ما جذبتي شريك الحياة، فعدم جذب شريك الحياة لا يساوي جن عاشق أبداً أبداً أبداً. عدم جذب شريك الحياة لا يساوي جن عاشق نهائياً، لا من قريب ولا من بعيد. يعني يمكن كنت سمعتي متزوجات عندهم جن عاشق أو متزوجين عندهم جنية عاشقة، فما له دخل القصة هذه، يعني هذه مش دليل على هذه. فما المفروض انه انت تربطين الموضوع بهذه الطريقة؟ يعني اذا خلصتي كل الاسباب، او شيء في اسباب مادية،
في أسباب منطقية، في أسباب كثير منطقية، كثير منطقية لعدم الزواج وعدم جذب شريك الحياة. بعدين خلصي أول شيء الأسباب المادية، بعدين خلصي الأسباب المنطقية، بعدين خلصي الأسباب المشاعرية، بعدين وقتها ممكن ممكن نحط احتمالية الجن العاشق. لكن أما أنه أنت تقفزين أرض جو وتروحين تقولين الجن عاشق، أعتقد هذا طريق رديء وطريق معقد، طريق معقد. ما أنصحك أنك تكملين في هذا الطريق، لا تكملين فكريا ولا مشاعريا، لا تكملين، لا تكملين. أرجوك وقفي، أرجوك وقفي. ورسالتي لك اليوم وقفي، لأنه إذا مشيتي أكثر وصرتي في نص الطريق، يمكن كلمة وقفي ما تساعدك عنك توقفي، يمكن وقتها يكون المنطق طار منك والشعور طار منك. فخلينا مدام إيش، مدام الموضوع بين اليدين، خلينا نضف الموضوع قبل ما تتورطين في عقدة لا تنفك في هذه الحياة. طيب يا جماعة، تأخرت عليكم. ذكركم عندنا 4 كورسات موجودة على الموقع، خطوط اليسر، مختصرات الحياة. مختصرات الحياة كثير جميل يا جماعة، خفيف ولطيف وعميق في نفس الوقت، عميق. وعي الضحك، وعندنا الفرح. اللي مهتم، اللي مستعد، فرصة انه يحصل على هذه الكورسات في هذه الأجواء ذات الطاقة العالية والمعقدة. ولا تنسون خلفية الجوال يا جماعة، وحطوا نية التيسير. أرجوكم 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 أرجوكم، لو ما تبغى تحط الصورة حط النية. إحنا في مرحلة تاريخية كثير صعبة، أرجوك أرجوك، الأرواح الطفلة سوف تغادرنا. أرجوكم يا جماعة، تعبت من رأس السنة وأنا أقول يا جماعة الأرواح الطفلة سوف تغادرنا. بليز حطوا نية طاقة اليسر، إحنا محتاجين هذه الطاقة، محتاجين طرق اليسر أنها تتجلى وأنها تظهر. كثير من الأشخاص يعانون الآن، كثير من الأشخاص في حالة معقدة، كثير من الأشخاص في ضيق الآن. أنت تعرف قد إيش ممكن تساعد البشرية إذا حطيت لنا هذه النية. حط النية، حط النية، طريق اليسر يتجلى بإذن الله. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل.